هلا بعد ما تعرفنا على فانكشنال ام ار اي شفنا انواعه الثلاثه قلنا انا بدي ادرس البولد اللي هو اهم واحد فيهم بيعتمد على فارق المرطب بين الهيموجلوبين المكسر وغير المكسر تمام. هلا بس هاي الفقره انا يعني حبيت اني اعمل على اللوح بس حتى توضح بعض الامور. قال التصوير الوظيفي بولد والفيزيولوجيه والاستجابه الهيموديناميكيه تمام. شلون عم يصير هذا الحكي؟ قال بكل بساطه انا عندي العصبونات بالدماغ تمام، نعتبر انه هذا هو محور عصبون معين. اذا بتذكر البكالوريا كان الوجه الداخلي سالب الوجه الخارجي موجب، فهي تفاصيل زياده للفهم بصراحه. هاي التفاصيل اذا بدي اشرحها بكل فصل تمام يعني ضل تفصل زياده عن اللزوم فبصير فصل اصعب فصل بالكتاب، ولكن بعض الشغلات لازم تتوضح تمام. فانا بدي اعمل ازاله استقطاب يعني بدي اعطي تنبيه انه باحة شغالة عم تعطي تنبيهات معناتها صح ولا لا؟ اه صح. فشلون بده يصير الحكي؟ بده يفوت عندي ايونات الصوديوم بتعمل لي ازاله استقطاب، تذكرتوا الخط البياني ازاله استقطاب بعدين عوده استقطاب تذكرتوا؟ طيب فدخلت خلصنا تمام. هلا بدي ارجع لحاله الاستقطاب تمام، من الناقص طلع للزائد بدي ارجع هلا لشو؟ لحاله الاستقطاب. طبعا هون هيك بيكون تقريبا بيكون ناقص 90 ملي فولت عند معظم الاعصاب الكبيره، بعدين بيطلع عند 30 35 ملي فولت، طبعا بتختلف من عصب لعصب، صار زائد جوا وعملت الاستجابه اللي بديها والاخر هذا، ترجع لحاله الاستقطاب يعني بدي ارجع جوا سالب ناقص 90 ملي فولت. فشلون هذا الحكي؟ عوده الاستقطاب بخروج البوتاسيوم وبمساعده من المضخه تمام. كانت المضخه ان ا كي بامب، هذا الحكي تشوفه فيزيولوجيا فصل ثاني بس حتى نفهم شو عم يصير. كانت تطلع لي ثلاث شوارد ان ا ترجع لي هون وتفوت لي مقابل استعاده شاردتي بوتاسيوم، فترجع لي وضع الاستتباب. طيب هيدي المضخه لحتى تشتغل بدها اي تي بي تمام، ادينوزين ثلاثي الفوسفات، والاي تي بي لحتى احصل عليه بدي جلوكوز. جلوكوز بيعطيني اي تي بي، الاي تي بي بستخدمه بشغل المضخه. لحتى احصل على جلوكوز فانا بحاجه، او لحتى احرق الجلوكوز لاحصل على اي تي بي فانا بحاجه اكسجين. لحتى بدي اكسجين فانا بحاجه الدم، لازم الدم هو اللي يحمل لي الاكسجين عن طريق الهيموجلوبين تمام. اذا الدم بيحمل لي الاكسجين، الاكسجين بيروح على الخلايا العصبيه فبتستخدمه لحتى تحرق الغذاء اللي هو الجلوكوز، فبحصل على الاي تي بي. بستخدم الاي تي بي باني اشغل مضخه الصوديوم والبوتاسيوم لحتى ارجع لحاله الاستقطاب. معناتها لما اشوف انا منطقه بدها دم كثير بالدماغ معناتها منطقه شغاله كثير تعمل ازاله استقطاب كثير، فلحتى ترجع لحاله الاستقطاب الاساسيه فهي بحاجه هالدم اللي محمل باكسجين اللي عم نستخدمه لحتى احرق الجلوكوز. هذا الحكي كلياته تمام. هلا شويه حكي بقى مثل اللي حكينا بالفيديو السابق، انه عندي انا الدم القادم او المستقدم، المستقدم بعرف يعني اللي جاي القادم تمام، قيمته اكبر من اللي عم ينحرق. شو بدي اقول لك اياها؟ اللي يستخدم لحرق، المستخدم لحرق الجلوكوز تمام. شو معناته هذا الحكي؟ يعني انا لحتى صار هذا الحكي اخذت الدم من او اخذت الجلوكوز لحتى تحرقه والاكسجين من دم خلق قريب عليها، من اوعيه دمويه قريب عليها. طيب هلا شفت هون في عندي فعاليه عاليه، فالاستجابه الهيموديناميكيه الحيويه الناتجه عن الهيموجلوبين لحتى يعرف الجسم انه انا هون في عندي فعاليه عصبونيه لازم انا شو ابعد دم، فبده هذا الحكي يستغرق شو ما يقارب الخمس ثواني تقريبا، او لا من ثانيه لثانيتين تمام، تقريبا الثانيتين بعد ما تشتغل عندي الاستجابه العصبونيه الفعاليه العصبونيه لحتى يعرف الجسم انه هون بدي دم ويبعته بده اكبر من ثانيه او ثانيتين تمام هذا الحكي. فلبين ما يوصل فانا بيكون عندي المستخدم اكبر من الاكسجين اللي عم استخدمه لحرق الجلوكوز، فلذلك رح اشوف عندي انا انخفاض بالمغنطه عند هاي الباحات عند هال ليش؟ لانه خلص انا شلت انا سحبت الهيموجلوبين تمام، سحبت الاكسجين عفوا، فعندي انخفاض بالمغنطه بهي المنطقه بهي الباحه موجوده بالدماغ. بعد ثانيتين بقى لحتى يجيب لي هذا يجي وعاء دموي ويجيب لي معه دم محمل بالاكسجين الى اخره، فهذا الحكي بيستغرق وقت. الفاصل المقدره الفاصله هلا الزمانيه لحتى نفهم شو معناتها. المقدره الفاصله الزمانيه بتعتمد لي على شغلتين، على شو؟ على الفعاليه العصبونيه بنفس الوقت على الاستجابه الهيموديناميكيه. مقدار الفاصله المكانيه اذا هو اصغر شيء عم شوفه بين شغلتين بالمكان، مقدار الفاصله الزمنيه اصغر شيء عم شوفه بالزمن، اصغر مده بحسن احسبها رح اشوفها باخر هذا الفصل. فانا هو شو في عندي مدات زمنيه؟ في عندي فعاليه عصبونيه، قد ايه بده وقت العصبون لحتى يعمل ازاله استقطاب عوده استقطاب يشغل مضخه الى اخره، وقد ايه بدي وقت لحتى جيب له دم جيب له هيموجلوبين محمل بالاكسجين. فمقدار الزمنيه بتعتمد على هدول الاثنين.
فانا عندي مفعول مفهوم جديد هو تي ار اللي هو تكرار الدور تمام. فهذا قال شو بيفيدني هو الزمن تمام دور اللي اخذته بالبكالوريا دور الهيدي بس في عندي تكرار تمام في عندي ار هون تكرار. فشو عم يصير في عندي هون هذا بيقيس لي كم مره عم يصير في عندي مغنطه او بيحدد لي كم مره عم يصير في مغنطه بالثانيه الواحده. هذا قيمته من 500 ملي مثل ما شفنا ملي ثانيه يعني نص ثانيه بتعملها تحويل بعرف ليش انتو عندكم مشكله كبيره بالتحويل لا 3 ثانيه هي تقريبا مدته. حلو هذا الحكي قال حلو. طيب السجاب اللي هي الهيموديناميكيه كليات قد ايش وقت يعني جبلت له دم اخذ دم اللي بده اياه خلصت مشي حال قد ايه بدها 10 ثواني وبتصير بعد ثانيتين يعني اشتغل العصبون شفت انه في عندي باحه عم تشتغل حتى يعرف الدم بعد ثانيتين بعت دم بشكل كثير تدفق دم كثير كبير قد ايه طبعا الدم قد ايه بيكون قريب منه بحدود 2 ميلي ل 3 ميلي ما بدي كثر كثير ارقام عشان ما تضيع بيكون الاوعيه الدمويه القريبه من الباحه اللي انا عم بدفعها العصبون تمام. بعد ثانيتين عرف الجسم انه هون بدي دم بعد دم كثير هل بعد دم ضل عم يبعث لمده 10 ثواني. طيب كل نص ثانيه لثلاث ثواني عم يصير في عندي استجابه عم يصير في عندي اثاره مغنطه تمام. فمعناتها قال اكبر اجابه عم يصير في عندي مغنطه بس اكبر اشاره بحصل عليها بعد 5 ثواني او من 4 ل 6 ثواني بحصل على اشاره كثير كبيره بالمقدار الفاصل الزمانيه تمام. يكون في عندي مغناطه عادي بس بعد قديش بعد 4 ل 6 ثواني بحصل على قمه كثير كبيره بعدين بترجع بتهبط اشاره المغناطيسيه تمام. هي بكل بساطه بس حتى نفهم تمام. خليني اذكرك انه بهذا الفصل خصيصا لا كثير تعطي اهميه لهيك الشغلات التفصيليه زياده عن اللزوم دور تكرار ثابت استرخاء ما بعرف شو بدي دم بدي تدفق كم هي شغلات طبيه اساسا عمره ما سال عنها لك لا وزاري ولا تكميلي لانه يعني اذا يسال عنها رح يجيب سؤال تافه كثير رح يكون بصمه زياده عن اللزوم. حتى الباحات انه والله بيستخدم لحتى يعمل لي يقيس لي باحات دماغ طبعا وتصوير وظيفي للدماغ باحات فبيقيس لي الباحات وهكذا والباحه كذا والباحه كذا فعاليات العصبون تمام تلفيف المسنن والى اخره بفيدني قال والله باني احصل على خارطه للدماغ اهلين. هي ما انا معلومه يعني كثير يعني ما انا المعلومه الصعبه اللي ما فيني احفظها فمركز على الاساسيات شو بتعتمد التقنيه بحفظ كم شغله هدول الشغلات عمره ما عم يسال عنها ولكن مع ذلك الاحتياط انا عم فهمك شو عم يصير تمام. اما هي الاساسيات بيعتمد عليها انا مثل ما شفنا هلا خلصنا هيك من هالفصل مبدأ التجاوب عرفنا عشو أساسي بأربع كلمات عندي أنا نواة هيدروجين أو حسب بجوز نواة صوديوم نواة فوسفور. شفت ليش أنا مستخدم ممكن استخدم فوسفور أو صوديوم لأحصل على صورة وظيفية MRI لأنه بدي صوديوم فعن طريق الصوديوم أنا بحسن أعرف كم دخل وطلع صوديوم معناته أنا عندي فعالية عصبونية والATP فيه فوسفور فأنا لما أحرقه بعرف أنا شو عم يصير فوسفات زملاء فوسفات يعني جواته فيه فوسفور تمام. إذا شفت مو نواة معينة مثل الهيدروجين حقل مغناطيسي لازم انا بيلزمني حقل مغناطيسي بيلزمني راديو فريكوينسي ويف او بالس نبض التواتر راديوي شو بيلزمني بالاخير نواة هيدروجين مع تطبيق حقل مغناطيسي سكوني مع راديو ويف بالس ايه هذا هو اساس الرنين المغناطيسي. عرفنا كيف بحصل على صوره من خلاله اما على الكثافه او ثابت الاسترخاء مثل ما حكينا بعدين الفانكشنال ام ار اي بانواعه الثلاثه درسنا البولد فارق المغنطه بين هيموغلوبين الاكسج وغير الاكسج عن طريق هي الحاله انا او هي التقنيه صرت اعرف شو عم يصير عندي انا بالدماغ شو الباحه اللي عم تشتغل شو الباحه اللي ما عم تشتغل صنف امراض شخص امراض الى اخره او ادرس فعاليات عصبون بهي الطريقه التفصيليه زياده عن اللزوم انت ما لك مطالب تفهم هذا الحكي كله بكفي انه تحفظ معلومات الكتاب وكثر الف خيرك كانكم خلصنا فصل 22 رح تشوفوا اسئلته كثير بايخه بالامتحان ولا رح تروح تحل دوراته رح تشوف قديش كثير سهله تمام. وصولك لهي النقطة كالعادة انت صرت معناتها جاهز تجاوب على اي سؤال بيجيك على الفصل 22 تمام. بشوفكم بفصول لاحقة موفقين ان شاء الله.